أسماءنا ضيفي 21 سنة فنانة تعجبني الرسم. نبغي نعود لكم على هذه التجربة الجميلة والاستدعاء اللي جانا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم المرأة. صراحة هذا اليوم مميز غاية في الأهمية، ما نقدرش نوصفه بكلمات بسيطة حيث هو بالنسبة لنا بحال الحلم أننا نكون هنا حاضرين وسط الناس زوينين غزالين كنحققوا الحلم ديالنا وكيكون عندنا بلاصه في المجتمع، حيت حنا من دائما كان حلمنا ان يكون عندنا بلاصه في هذا العالم الكبير. مريم نظيفي عمري 28 سنه، فرحانه بزاف بالدعوه ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكنشكر كاع المساهمين، كنشكر جمعية الكشفية فرع الزيراوي، كنشكرهم بزاف. اليوم عرضنا اللوحات ديالنا، عرضناهم، كاينه لوحة فيهم على وكاينه لوحة فيهم على كتعبر على لافام بخصوص هذا اليوم العالمي للمرأة. سلام، انا حسناء نظيفي، اليوم شرف لي انني تواجد في هذه البلاصه اللي قدروني ودعوني لهنا. بالنسبه لي بحال حلم انني نكون متواجده مع الناس ونعبر على الفن ديالي كوني امراه كتحط احاسيسها في لوحاتها. بالنسبه لي هذا شرف كبير وتجربه اللي ما غاديش ننساها كاع، ما ننساش الناس اللي كانوا هنا اللي حسوا بالاحاسيس ديالي فاش كنت كنهضر واللي شاركوا تجربتهم حتى هما، حيت كل واحد فينا وعنده القصه ديالو اللي بالنسبه ليا مخفيه من وراء الابتسامات ديالهم. سو لي الشرف انني نكون هنا و اي ابريشيت ذس سو ماتش، ونبغي ان شاء الله نكون في بلايص خرين ونتعرض لبلايص خرين ونعطي رأيي في أماكن خرين إن شاء الله.